يا صباح الصحة والخير والجمال والشمس هي طالعة ما راح صباح الخير مشاهدينا، اهلا بكم. يوم جديد وحلقه جديده وصباح الصحه والجمال. النهارده يوم الاثنين 17 فبراير 2020 و23 من جماد الاخر 1441. كل سنه وحضراتكم طيبين ان شاء الله. الثلاث مش ده اللي بعديه، رمضان، رجب، اول رجب 25 فبراير اول رجب. الايام بتجري بسرعه، ويا رب دايما تكون كل ايامنا سعاده وصحه وخير. مشاهدينا، موضوع النهارده موضوع مهم جدا. حبينا نتكلم عن التغذيه. النهارده فقره التغذيه هنتكلم عن ماذا بعد سن الأربعين. في ناس كتيره جدا وخصوصا السيدات بتشتكي من سن الأربعين، بتقول ان هي التغذيه السليمه ما بقتش موجوده، بتفقد انوثتها، بشياكتها. لكن للاسف ده مفهوم خاطئ. بعد سن الأربعين هو بس محتاج ان انت او انت تنظمي غذائك بطريقه معينه، بيبقى في ليها فهم وليها خطوات معينه ورياضه طبعا، لكن مش متعلق خالص باي اعراض او متعلق باي اعراض مرضيه خالص. هنتكلم النهارده مشاهدينا، وده محور حديثنا مع الدكتوره نهله مسعود، استشاري العلاجات، استشاري التغذيه العلاجيه والتجميل. هنتكلم النهارده ماذا بعد سن الأربعين، ايه التغذيه المناسبه، الرياضه المناسبه ليكي، وحاجات كمان مفهوم صحيح عن بعد سن الأربعين. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا ونكمل حوار. يا صباح الصحة والخير والجمال والشمس هي طالعة ما راح. يا صباح الصحة والخير والجمال والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال والشمس هي طالعة ما راحت. ورجعنا لكم مشاهدينا ولسه مكملين معاكم وصباح الصحة والجمال. والنهارده بنتكلم عن التغذية السليمة بعد سن الأربعين. في كل مرحلة عمرية فعلا بنحتاج إلى تغذية وتوعية ومفاهيم لنظام الحياة، لأن الناس بتعلق الموضوع بأن المرحلة العمرية أو السن هو المتعلق بجسم زايد أو جسم رفيع، لكن الموضوع كله بيتعلق بأطعمة معينة ومفاهيم معينة لحياة كاملة أنت بتعيشها. تعالوا نعرف النهاردة مع بعض مفهوم الأطعمة بقى والتغذية السليمة بعد سن الأربعين مع الدكتور نهلة مسعود، استشاري التغذية العلاجية والتجميل. صباح الخير يا دكتور نهلة، وأهلا بحضرتك. زي حضرتك عاملة إيه؟ شرفتينا والله. ميرسي قوي على الدعوة وميرسي على الموضوع الشيق ده. ميرسي يا دكتور. طبعا هو موضوع مهم، لأن الناس أو السيدة، إحنا هنتكلم النهاردة بقى خاص بالمرأة بعد سن الأربعين، بيحصل لخبطة كتير جدا في التفكير وفي المفاهيم، إن جسمي تخين، جسمي رفيع، بحس إن أنا ما بقتش طاقتي زي الأول، مع إن أنا بشوف سن الأربعين كله نضج وكله جمال وكله أنوثة وحيوية، بس هو بيختلف من سيدة لسيدة تانية على أساس إن اللايف ستايل حياتها بيبقى عامل إزاي. نفهم مشاهدينا الاول ان احنا هل فعلا في اطعمه ممكن ان احنا نستخدمها في سن الأربعين؟ بصي، مرحله الأربعين مرحله زي ما انت قلتي حساسه جدا، لانه بتبقي خلاص يعني بتدفعي تمن كل الغلطات اللي غلطتيها قبل كده. يعني لو احنا صغيرين كنا بناكل براحتنا وما بيبانش علينا الوزن ونجري ونتنطط وما نزيدش بسهولة، نيجي عند سن الأربعين ونفاجأ إنه إحنا العادات اللي كنا مكتسبينها وإحنا صغيرين ومش باينة علينا، تمام،
ان احنا دلوقتي لا ده انا باكل زي ما كنت باكل قبل كده، ما انا طول اه عمري كنت مفيش باكل كده مشكلة. وما بتخنش. ايه اللي حصل لك عند سن الـ40 مخليكي لو كلتي اي حاجة تحس تزيقي ان تبان انتي عليكي اكتر؟ عايزين وخصوصا يا دكتور نهله، ان الموضوع ان برضو الست بتمر بمراحل كتيره جدا، خلفه وحمل ورضاعه وسوء تغذيه من الاول. يعني حتى كمان لما تكون حامل بنقول لها نظام غذائي معين، لما بعد الولاده ليها نظام غذائي معين. بس في الفتره دي بقى احنا ما بنبقاش واخدين بالنا ان احنا داخلين في مرحله صعبه، لازم بقى نعوض اللي فات. بصي احنا عموما يعني كمجتمع شرقي، هنتكلم على مصر يعني بلدنا، يعني متعودين انه الاكل الكتير دليل على الصحة. ايه هو الكتير ده؟ ما بنفكرش فيه، فاهم ازاي؟ خلص طبق الرز، هنحتفل ونعمل عيد ميلاد وكيك، وفي عندنا عيد بتاع الكحك، وعندنا بصي كل عيد عندنا ليه أكلة كل معينة. مناسبة أول سؤال دايما بيسألوه بعد عملية أو هو هنأكله إيه يا دكتور؟ فاهمة إزاي؟ يعني كل 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 ده مؤشر الصحة عندك، تمام؟ هو مش كده خالص. يعني الغذاء ده غذاء، يعني تغذية. كل مرحلة محتاجة تغذية معينة بناء على احتياجاتها. مرحلة الطفولة لحد المراهقة دي مرحلة البناء، يعني انت بتاكلي وجسمك بينمو، فبالتالي كل احتياجاتك من الاكل بتبني جسم، ما بتزيديش وزنك. انت محتاجة لو انت بتاكلي كويس يعني صح، تمام، وبتتحركي صح واتيفر. بنيجي عند مرحلة مراهقة الحمل مثلا. والرضاعة، بيحصل تغيرات هرمونية، الشهية بتاعتك بتختلف، الرضاعة دي بتستهلك طاقة رهيبة جدا. لو انت ماشية على نظام غذائي صح هتخسي في مرحلة الرضاعة، مش هيحصل اللي احنا بنشوفه ده، ان هي عندها كريفينج للسكر، انا عايزة سكر. هي فعلا عاملة مجهود وعايزة سكر، بس ما نلجأش للسكريات البسيطة، تمام؟ يعني تقصدي يا دكتورة نهلة ان احنا في المرحلة دي ممكن نقلل السكر، بصي في كل نقلل مرحلة يعني لو الملح. عايزين نركز كلامنا على سن الـ40، خلاص انا اقصد بالمقدمة دي ان كل مرحلة عمرية ليها ليها غذائها احتياجاتها، واحتياجاتها. تمام. انت بعد سن الـ40 ما بتطوليش وما بتكبريش، ما بتسننيش، دي مرحلة خلاص انت ستيبل. فانت دلوقتي محتاجة ايه؟ محتاجة مواد غذائية تتناسب مع مجهودك الحالي، اللي انت مجهودك فقدتيه من الفترة اللي فاتت دي كلها والسنين اللي فاتت دي بالظبط. كلها. كلمة مجهود دي يعني ايه؟ يعني انت لو كنت بتشتغلي وقعدتي في البيت لا هتاكلي اقل، تمام؟ لو انت حصل اي مشكلة في قاعدة ممنوعة من الحركة هتاكلي سعرات حرارية اقل. الجسم بيفقد 3% 3 ل 5% من الكتلة العضلية كل 10 سنين بعد سن الـ30. الكتلة العضلية دي هي اللي نيجي بعد كده نقول لك ايه ده انا دراعي متراهق، الماسل بالك، العضلات اكتر عضو يعني اكتر جزء في الجسم بيحتاج طاقة، تمام. الفاتس ما بتحتاجش نفس الطاقة. يعني لو راجل مثلا بادي بيلدر وزنه 110 وراجل تاني مش رياضي وزنه 110 بيختلف هنا بقى من بيختلف، ده لأن العضلات بتحتاج سعرات حرارية أعلى، تمام. فأنت كل ما بتتقدمي في السن مرحلة الإيجينج إيه هي؟ إنه البناء بقى أقل. طب دكتورة نهل، احنا برضو عندنا الحتة دي ما فيهاش ثقافة قوي، ان انا التزم بنظام غذائي معين، ان انا العب رياضة معينة في السن ده. احنا الايام بتاخدنا والسنين والاولاد ومشاكل وضغوط في كل حاجة. طيب في البداية نبسط لمشاهدينا، ابتدي تمام. ازاي؟ يعني انا دلوقتي عايزة انظم يومي، عايزة انظم الغذاء بتاعي. تمام، اول حاجة تفكري انتي هتحطي في بقك ايه؟ ده الاكل ده مكون من ايه؟ وجبه كلها سعرات حراريه ما فيهاش مصادر غذائيه، وجبه فيها مصنعات ما فيهاش مصادر طبيعيه،
ده اول حاجه. يعني انا جعانه دلوقتي، هفتح التلاجه هلاقي فيها ايه؟ دايما لما باجي اسال حد قول لي التلاجه بتاعتكم فيها ايه، فاهمه ازاي؟ لانه ده بيحدد مفاهيمه. ما هو هيفتح التلاجه هيعمل ساندوتش، ساندوتش ايه؟ مربى، شوكولاته سبريد، زبده فول سوداني. يعني نركز على في النوعيه، النوعيه في النوعيه. انت بعد الأربعين محتاجه تعوضي الفقد في العضلات ده من البروتينز، محتاجه تقللي الانتاج بتاعك من اللي هي السكريات، الملح. يعني انا بحس برضو يا دكتور ان لان السكريات دي مضره في كل الاعمار، في كل الاعمار، مش مرحله معينه او عمر معين. بالظبط. ما انا بدات بقول لك ايه، وانت طفل بتكتسبي عادات بتدفعي ثمنها بعدين. زي بالظبط، يعني انا دايما اشبه الجسم ده بالماشين، بالعربيه. انت لو مش مهتم بكل التفاصيل الداخليه هتتعب قدام، هي مش هتقدر تمشي بيك. فاهم ازاي؟ دايما يقول لك خلي بالك من العربيه بتاعتك، لو عينك عليها هتعيش مده اطول بكفاءه اعلى. كل عضو من اعضاء الجسم اللي بيطلع لك الانسولين، اللي الثيرويد، الكتله العضليه، ده عضو من اعضاء الجسم. ليه عمر افتراضي. انت بتستهلكيه، استهلكناه كتير. كلنا بنعاني من الانسولين ريزيستنس. كل الناس دلوقتي طالعه تتكلم على عظمنا ومش عارفه ظهرنا وايه، نرجع نقول طب من ايه؟ لا، هي المشكله كلها ان التغذيه غلط من الاول، من الاساس. وغير كده بترتب عليها المشاكل بقى دلوقتي اللي بنقابل العمر مثلا 40 41 وانت طالعه، فبالتالي بيبان. وطبعا جداً. اول حاجه كل حاجه بتبان على الوش، دايما نقول هو الوش، الفيس هو المراه بتاعه الجسم كله. انا بتغذى كويس جسمي بيبان على وشه على طول. طب دكتوره نهله، طبعا الرياضه ليها عامل اساسي في حياتنا كلها طبعا. برضو نتكلم عن رياضة مفيدة في سن الأربعين، لازم السيدة تتبع رياضة معينة في حياتها حتى المشي. في اليوم بتاعها المشي، يعني أبسط حاجة ممكن تعمليها إن أنت تتمشي، تمشي تمشي وأنت فاردة ظهرك وشادة جسمك، مشي رياضي. مش لازم تجري، بس تمشي في الهواء، مش على مشاية في بيت في حتة ضيقة مش هتتحركي. عايزين برضو يعني الرياضة دي أساسية. طيب أنا ما عنديش وقت أنزل، وهسيب الولاد فين، وما معيش فلوس للجيم، هتعملي إيه؟ الأكتيفيتيز الحياتية اللي هي غير رياضية دي بتستهلك طاقة. يعني أنت لو قمتي أنت نظفتي البيت بتاعك أنت بتستهلكي طاقة احسن. لو قمتي انتي طبختي بايدك وعملتي حاجات بدل ما تتصلي بالدليفري يجيبها لك، انتي عملتي طاقه. دايما اقول للناس، طيب في ناس جميله جدا تبقى ست كبيره فوق الخمسين كمان عشان تبقي عارفه تتمشى في البيت طول الوقت. دكتور انا بلاقي الموضوع مش متعلق بالسن برضو، بالظبط متعلق بمفهوم للحياه صح، بنظام غذائي معين، برياضه معينه. يعني حتى تلاقي في ناس عندها 50 سنه تلاقي تقول لها عندي 35 سنه، ده بيرجع طبعا للحياه، للايف ستايل بتاعها وطريقتها. طيب في تغذيه ممكن نقول نبعد عنها شويه بعد سن الأربعين، اطعمه معينه، اطعمه انواع السكريات، السكريات البسيطة اللي هي الوايت شوجر اللي هي والدقيق الأبيض دي نبعد عنها تماما. دي بتزود لك أعراض المينوبوز، عارفة انقطاع الطمس، مشهور بالهوت فلاشز كده، وانت مش عارفة تنامي وحرانة وستريسد جدا، فانت تبعدي تماما لانه بيزودوا الاعراض دي. يعني تقصد نقلل السكريات نهائي. انت بتاخدي العناصر الشوجر بتاعك عن طريق الفاكهه، الخضار، نركز على الفاكهه والخضار والحاجات الحبوب الطبيعية. الكامله، العيش اللي فيه رده الاسمر، بالظبط بالظبط، عشان يبقى ما يزودش الانسولين فجاه. وزياده الانسولين دي بتعمل لك انت كمان انسولين ريزيستنس اللي هي مقاومه الانسولين، وتلاقي الدهون تركزت حوالين منطقه البطن والارداف، كله بيجي مضايقاه الشكل ده. انا كنت حتى بتخن
وكنت نفس الوزن بس بطني مش بالشكل ده. بطني بالشكل ده اولا ضعف في العضله، ثانيا زياده في الانسولين، اكل بالليل كميه الشوجرز العاليه. بنقعد نطلع جوانا العيوب ونقول ده انا فيا كذا وفيا كذا، وبنسيب الركن الاساسي ان انا بعمل ايه طيب عشان اطلع كل، يعني المفروض اهتم بنفسي، المفروض اشوف ايه اللي بيضرني وابعد عنه، اجرب يعني. حتى كل جسم بيختلف من 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 سيده للتانيه طبعا. اكيد. طيب النصيحه بقى ممكن تقدميها ايه يا دكتور نهله كده معانا؟ بصي، بعد سن الأربعين اهم حاجه تهتمي بيها الاسماك. دي اوميجا 3 او اوميجا 6 ومنظمه وسورس، يعني مصدر من البروتين البسيط سهل الهضم. تمام. يبقى الاسماك دي مهمه جدا. منتجات الالبان سواء زبادي او لبن، عشان نقص فيتامين دي ونقص الكالسيوم اللي بيزيد مع بعد يعني سن برضو نكتر من الالبان ومن البيض ومن والصويا. فول الصويا ده غني بالاستروجين اللي احنا بينقص عندنا بعد المينوبوز، بعد انقطاع الطمس. بيعوضه شوية، يعني مش طبعا مش بديل 100%، بس تعويض. يعني معلقة من فول الصويا على كوباية الحليب الصبح وبالليل دي هايلة جدا. تمام. المية، المية شيء مهم شرب جدا. المية، لأنه مع تقدم السن أنت بيحصل خلل في كل الأجزاء بتاعتك. على فكرة إحساسك بالعطش بيقل. ده ايجينج، ده تقدم في السن. لازم نشرب مية كتير جدا طول ما احنا قاعدين، سواء 40 سنة بقى 20 بالظبط. أي بس مرحلة، أقصد أقول بوصي بوصي بعد الأربعين، لأن أنت ممكن تنسي. يعني بتتشغلي وتنسي. المية، الخضار والفاكهة، الأسماك، اللبن. تمام. تاكلي كميات بسيطه. تفكري كويس قوي قبل ما تاكلي. الملح بيزود هشاشه العظام. ما هو احنا نبعد عن السموم البيضاء خالص. دلوقتي منزلين بدائل الملح زي بديل السكر. يا دكتور نهلا، يا ريت يا ريت، انا مفيش مشكله خالص، نحاول بقى ان احنا نغير حياتنا. نبعد طب الفيتامين ليها ركن هنا يا دكتور؟ الفيتامينز هي الفاكهه والخضار، بس بعد سن الأربعين ناخد سابلمنتس، لأنه في مشكلة بتحصل مع تقدم العمر، أنه امتصاصنا للفيتامينات على فكرة بيبقى أقل. طبعا مش 40، يعني فوق 50، بس احنا نبدأ من بدري. تاخدي سابلمنت ومش مش بإسراف، لأن برضو في فيتامينز لما بناخدها بكميات كبيرة طبعا تحت إشراف الطبيب ده بيحصل أهم حاجة، لنا تسمم من الفيتامينز دي. نحلل، يعني نشوف فيتامين لو حسينا بقى بخطر جامد. بس احنا طبعا قبل ما نحس، بس احنا وقت ما نحس دكتور بالخطر احنا برضو بنقعد فتره طويله لما نستوعب ولما نحس ان احنا عندنا حاجه. بس طبعا يعني بشكرك جدا على الكلام الجميل ده طبعا، ولقائك الحلو ده، واستفدنا كتير جدا. والموضوع مش عايزين ناخده بقلق ولا توتر ولا خالص اي حاجه خالص. هو بس بنبص للجانب الروحاني الجميل، ان انت تقدري تبقي جميله وناضجه وتحبي نفسك علينا قوي. بالظبط. والصحه اهم حاجه. عشان تبقي جميله دايما. بشكرك جدا دكتور نهلة مسعود، وان شاء الله يكون لنا لقاء تاني باذن الله. دكتور نهلة مسعد، ميرسي جدا جدا. بشكرك. مشاهدينا يا رب تكون الحلقه عجبتكم. اهم حاجه نظام غذائي معين وشرب ميه كتير. اشوفكم في موضوعات جديده وحلقات مختلفه، وصباح الصحه والجمال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة